اللهم إني أسألك من هنا من أمام بيتك الحرام، أطهر وأعظم وأشرف بيت في بقاع الأرض، أسألك يا ربي بكل اسم سميت به نفسك، أسألك في هذا اليوم المبارك، اللهم أسعد قلبك كل من رأى الفيديو، اللهم يسر له كل عسير، اللهم أسعد قلبه سعادة ليس بعدها حزن يا رب العالمين، اللهم اجعله من الأطهار ومن حفظة القرآن ومن زوار بيتك الحرام، اللهم احفظ كل من رأى الفيديو، احفظه حيث كان وارعاه بعينك التي لا تنام، اللهم اجعله من المتفوقين، اللهم ارزقه عمر قريبة يا رب العالمين، اللهم احفظه بالقرآن واجعله له إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكره منه ما نسى وعلمه منه ما جهل، وارزقه حق تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعله له حجة يا رب العالمين، اللهم لا تدع له ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، ربنا آته في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقه عذاب النار، اللهم قه عذاب النار، اللهم إني أسألك فكل من رأى الفيديو خيرا يا رب العالمين، اللهم إني دعوتك كما أمرتني فاستجب اللهم كما وعدتني، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين.